ثم بعد ذلك ايضا بتعود المحاولة، وهنا لدينا المرتدة ولدينا فرصة ولدينا جول جول جول. الله 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 على البديل شارلي كيتيلاري 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 يسجل هذا الهدف في غاية الروعة. نعم تشارلز كيتيلاري هو من سجل الهدف بصورة والأروع. شوف المرتدة التي أتت على طبق من ذهب من للبلجيكي، والبلجيكي بعد ذلك هوبا في المرمى مباشرة. النجم الرائع جدا يسجل هدفه العاشر في الدوري والهدف الأول في هذه المباراة. إذن أتلانتا في المكان السليم، أتلانتا في مكان صحيح والصريح، أتلانتا هكذا يسجلون، هكذا بالفعل يتقدم. وهنا لدينا كرة وخطيرة، جول جول جول. خطأ من فلاديمير في الخروج، وبالتالي هدف يسجل الآن، هدف يسجل الآن. شوف الكرة والهدف، نعم براسي من براسي سكاماكا. إذا سكاماكا بالفعل براسه بكل هدوء سكنت في الشباك. الخطأ في الخروج في اللقطة الماضية، وكأنه خرج وهو مغمض عينيه في اللقطة الماضية فلاديمير فالكوني. إذا الهدف الثاني لمصلحة أتلانتا، سيذهبون للنهائي الأوروبي